كعب عيني كتير بتحكي ابو عبده ونفسك كعب عيني. ليش انت تنزعتي في كعب عيني من الزين بقى؟ على انا السوق؟ بعرف هو سمعتك ما بتعلم من دوسه خسر له ما بتعلم من بوسه. ايه منيح تاني. ايه بس هلكت هلكت فيه. بس عاولك منيحه جاينا هم ننزل نقضي هالكم شغله. نزلت لاخلص من نقك نخرتي راسي. لكن مو مشان جنابك ابو عبده مو لقاشك متشرك ننزل نصلحه. ايه كنت بنزل لوحدي لقيت شكيتي حالي ونزلت. ليه عليك هو متشغل هالت الجميليه انا نقيه. ايش؟ لا عودك عم حط قلبي من السيراميس الصغيرة. هي ربع ساعة حشنقي. لك مونا بس المشكلة لابسة 200 طاق ما عم تقدر تتحرك. على وقت طاقين السيراميس أكبر من هيك. مو انت هاجمتي وقف وقف. لك ايه بقى مش عم نوصل على البواب. طب تفضل ابوي تاع خلص انت ايش بدك؟ الله يسلمك. ابني واقف واقف طالع اول هديك الحرمه عم تشوف الكون وقف لك. هي شغلتك لك هي شغلتك. لك ايش حكينا يا ابو عبدو؟ ايش بك انت؟ قوم ابوي من هون برم جنب هذاك الزلمه. ايه ودي بركي هون تاعي جنب خالتك تاعي. بس ايدك حاج وصلي كل واحد بروك موضع ما بده. امرك عسكر جامعه جميله على سكن. انتبه لك ابوي دير بالك هيك لا تقوم تنشلك في السبيس مش المسكه على السوا. الله يرضى عليك. ابو عبده شوفوا لهداك الزلمه اللي بيركب من السوفير. يضل القصه ما حكيها باللقاش عريضه انه العرب تستنى لاترا لوقت ما تصل ما رح تخرب الدنيا ومشاريع وكذا. كل شيء ضروري تشرح ضروري يبقى يقصر تليفونه بلا ينشرح بالحديث خلق ادانيهم 10 على 10. الله يصطفل ايش بدنا نحن؟ نزل على المفرع نزل عندك. كانه وقف لهم وقف لهم هون وقف لهم للخلق كانه اليوم الطرقات زحمه زحمين. إننا هالكم شارع تركوه مفتوحين عم تعدي منه كل الخلايق. الله لا يسكربك مخلوق ربي. آمين آمين يا رب. الله الخلق كلياتها بلشت التليفونات تتشنقر. ما لنا علاقة بحدا. يا الله شغلي والله العظيم الخلق يا الله. يي لك هذا لقاسي. بلا لقاسي لقاسي. اه لقيه هذا عدى يقبل راسي شلون ما قلت بركي شيء ضروري. ايش بك؟ الو اهلين عبدو. اهلين ابوي. الحمد لله نحن بالسربيس والله نازلين على السوق انا وابوك. ايه انا وابوك. ليش الخادم متك عم تشير لك السياره لحتى نقول لك تعال وصلنا؟ عصريا عبدو كو هلا وانا طالع فكشتك اجري كحلي هيك صار ولن مش عم ترابي للولد. يلا هلا امشي الحاله كلين. اه ما بقى في قيمه نخلص. لا لا بقى تعذب حالك. هلا مثل ما نزلنا تشحططنا بالسرابيس نرجع بالسرابيس. ليش شو غداك؟ ايه والله طيب طيب دعي على اساله. تروح حتجيب تتغدى عند عبدو ششبراك؟ قال ايه بجي ايه بجي بجي. خلي مرتك تعمل له كم سمبوسكي جنب ششبراك بطلع معه. طيب الله يرضى عليك. ايه بامان الله بس خلصنا بنجي. ايه ايش علي الله معك ابوي. ابو عبده بدنا نروح نتغدى عند عبده. لك انت مين وجبك تقطعي وتوصلي بتحكي عني؟ لك خلينا نروح خليها تنبحث لها اترا فينا. نزل الرفرع. يعني زيت ما بين عندي غير اليوم لقم لقم من امبارحة. الحمد لله النعمة منيحة. يلا. يا ابو عبده والله الطرقات ما بقى على جنس الهيئة. لك راح شان يتفرج على قد ما حطوا حجار وتويلي. يا حيف عليك يا حلب. يا الله شقد كانت مشينة حلب. الا ما تفرج. يا الله يا الله تحج على العباد. كمان تليفوني يا ابو عبدو. لا تردي. ها مين من كان يكون؟ ما برد ما برد بس مو بدي اتصل. مين عم بتصل فيني؟ يي هي سعاد من فرنسا. شلون ما ارد؟ ولي على معلاق يكون نشف عيونه لوقت ما يلقى الخط. الو اهلين سعدي. وات وات اهلين نظري. طب يا قلبي ان شاء الله شان غازي والولاد فيرت قلبي عليكم. الف الحمد لله. ليش ما دعيتي لي على البيت ماما؟ ايه سوا والله مالي بالبيت. نزلنا انا وابوك يعني رايحين نشتري شوية غراض ولقاش عطلان لنصلحه ولا عنه كان شغله. الله يسلمك وعم سلم عليكي. نحن الحمد لله حطت ايدك. رازية 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 رازية. ايه طاسة بردة طاسة سخنة هذا هو. لك قصرية ما والله ما مبين بدي اخلص شيء. نحن خلصنا. شو؟ ما عم بسمعك. جامعة جميلية رازية. ما في تغطية بعطش الخط. جامعة جميلة لازي سكن جامعة جميلة لازي السربيس. نحن ايش بس سفر جلية؟
سكن نعم انا مين رازي ده جايب مهمت لك اعتراف ابحكي مع البيت بفرنسي ياي لسه فضل عيي ريم لا ترجع تخبر بعد 10 دقائق ليه بقدر اقطع الخط بالزور لا اطمعها ايه سعدي هذا المعاونه ببع من طرف ابو كين من طرف ايش كنتي بدك تساليني عم تسافر جريه ايه كثير هيني امي الله بدك تقولي لها تسكت ليه الله بدك تطبخيه ايه طلعي ابوي السفر جريه حمده تطبيق طبقي ودوقي عدي مي تفرنجي حمده على اصوله رشه سكر توم نعناع بدك تكوني سيلة اللحمة من قبل بنت امك سيلة اللحمة ما تسلق اللحمة بطبقي عليها هالآلة قلت لك عليها وبتدوقي ايوه اخر شي بتعطي السفرجلية بالهنا ان شاء الله بالهنا امي سلمي على غازي بوسيلي الولاد ايه احكوا معي رايحين عند اخوك عبده بكي تفتحوا ايه مش ها اشوفك يلا الله معك ابوي الله معك نظري انه انا شلون جنيت ورطيت انزل معك ايش فيك؟ هي كلمتين لاشطب مع البنت؟ عندها عزيمة يا بابا خلص لفيها بقى وخرسي لها الموبايل قبل ما اخده اقرم للشباك خلص تكرم عينك بابا يترد خلص اوه راسي راسي لك ابني اعطينا خبر قبل ما تضرب هالفرين بعد راسي بالحديدة ايدي ما هالطرقة بركي بصحصح هالراس اترى اخ يا راسي كني فقدت ذاكرتي على هالطرقة وانت ابو عبد جوزي وابو ولادي كانت باطله محوله هذيك اليوم قال سيتني على حالي معناتها ما فقدت شيء نزل سكن دام جميل رازي في محل في محل هون هون على السكن وقف لنا الخلق كيف تنزل تطلع كيف يوجعك انت هذا لا قاشي مرت الخلق بس مالي ردي مالي احسن احسن ايه ما راح ارد عشان مين بده يعني خلص مو ما بده تردي خلص ايش والله فج قلبي يا ابو عبده بس برد على التليفون والله بطفيه طفي والله الو اهلين عزوز شلونك خير؟ شلونك؟ بالسرفيس كلبة جيت كلبة ابو عبده من طرف والخلق من طرف ايه شلونك انت؟ ييي بألف الحمد لله مبارك ما جاكم الهي ولدت كنتة ايش بك كندي عزو؟ اتعرفوا انه بدها تجيكم بنت؟ قولي الحمد لله على السلامة وخلقت تمامي لك بجوز هالبنت تطلع لها احسن من بيت صبي هلا لا ايش التورات والكلاف لفت فيها شلون من كان ولا ما تخططي لابنك مسرات تعمليه تعمليه بنتها حماته تعمل فطور تبقى هي تجيب لها لبنتها الخلق عايفاني حالة ايه الخلق عايفاني حالة الايام شايف ايش قد هلا غلبي هي ايش لون لك بدي اجي هلا ريحة مع صارك ابو عبدو عند جميلية شوي في شغلات نعم بدنا نقضيها بعدين رايحين نتغدى عند عبدو ششبرك وسمبوسك بس نخلص غدا بخلي عبدي يوصلني لعندك وقفلي ابني وقفلي نزلني هون ما وصلنا لسه مش خاطرك زوزو لك انا هون لك وين رايح؟ رح نبدأ كمان ماشي ايه فاقف نزلني معك عبدو والله ما يريد افرح نشي لابسك عب عيني وقف 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 نزلني معك طلع عصب هلأ لعمك الحدي لك لك ابو عبدو هلا وقت حرقك ليش حطيني؟ كنت تضلي تكملي موجباتك وتسلي هالخلق بالسيرفيس والله العظيم رح اتفشكل انا بدي اضلي تقصب على حياتي قدام العالم مسرح سابتين قدام العالم لا اي بعت لك شيء لانه انا بدي ابتلش فيكي والله العظيم عيب لك انت عم عيب على الخلق صح ها صح صح لكن ايش قالوا 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 ايش فيك بتاجل كله بتاجل لي ربع ساعه صح ايه ها بقى بتعرفي ايه صح ليش عم تحكي يعني والله ما حسيت ايش بحلق بتاجل ما طلع الشهر لا طلع الهواء غربي يعني نزلت قبل بوقت قبل ما نوصل على السوق والله فكت انا من مشو خيطه بطلت الروحه كلها على بعضها هسه شمستينا بالسيرفيس على الو 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 العالم بدها تنزل على مواقف بدها تكمل حديثك هيك خلص ما انبسطوا ايه والله العالم خلص انا بدها ترجع لحدا وانت معي خلصنا تريد اشرف النقاش هلا اسوي 100 شافه مشان تنبسط لا لا تشر في شيء صار حقه 20,000 ورقه ايه خلاص سكن بقى فرضي خلقتك تعمل كاب سيرفيس ثاني وحاط صغر عام ما بدي ما بدي شوف ابو عبدو علي الطلاق اذا ما بتطلع بسيرفيس ثاني قبل ما نوصل لهداك الحاجز دكم شكلها العساكر واقفين علي والله بتساوي ايه بساوي تاكسي تاكسي ايه بقى هيك اريح العصايه ذاتي طالعه من جنبي